السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء، الصف السادس. بعد أن تناولنا سورة مريم دعوة إبراهيم لأبيه من 41 إلى 45، الآن بإذن الله سوف نحل الأسئلة سويا. بدنا نعطيك الكلمة وتعطينا المعنى، ولا يغني عنك شيئا اللي لا يقدم لك نفعا ولا يدفع عنك ضرا، صراطا سويا طريقا مستقيما، والمراد به توحيد الله تعالى وعبادته. سؤال الثاني، بدهم أمرين دعا إبراهيم عليه السلام أباه إليهما: 1 ترك عبادة الأصنام، 2 توحيد الله تعالى. سؤال الثالث، معنى قول الله تعالى: فتكون للشيطان وليا، أي تابعا وعونا للشيطان. أما السؤال الرابع، أملأ الفراغ بما هو مناسب: دعا إبراهيم عليه السلام أباه آزر إلى ترك عبادة الأصنام. نعم، الأصنام لا تستحق العبادة لأنها لا تملك نفعا ولا ضرا. ديم، نهى إبراهيم عليه السلام، خلينا نراجع بس. ألف، دعا إبراهيم عليه السلام أباه ماذا؟ آزر إلى ترك عبادة الأصنام. ب، الأصنام لا تستحق العبادة، لماذا؟ لأنها لا تملك نفعا ولا ضرا. وجيم، نهى إبراهيم عليه السلام أبا عن عبادة الشيطان، لماذا يا سالس؟ لأنه مخالف لأوامر الله تعالى. لهون نكتفي بحل الأسئلة، بتمنى أنه تحلوها على كتابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.